أرسل بسمة نحو الأحزان، إملى الكون إحساس وكون في كل لحظة يبقى إنسان. كن إنسان داوي المجروح، امسح دمع رقاب الروح، كن موجود لا 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 تروح، خلي الدنيا تمسي ألوان، كن إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعيش في عالم يسميها الفيلسوف الكندي ألان دونو نظام التفاهة للأسف الشديد، بمعنى أن كثير من حياتنا صارت غير منضبطة، لا بأخلاق ولا بقيم ولا بأديان ولا حتى بأعراف، أم بسبب الكم الهائل مما تضرب به الوسائل الإعلامية عقولنا. من أهم الأشياء التي أثرت بنا بشكل كبير جدا وأثرت على مجتمعاتنا قضية الخصومة. وهناك دراسة مصرية أجرتها بعض الجامعات على شريحة واسعة مدى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي على إثارة الخصومات بين الناس. وفي الدراسة هذه وجدت أن بعض هذه الشبكات، إحدى هذه الشبكات، سببت خصومة بين الأقارب والأصدقاء بما يزيد على 54%، يعني 54 فاصل شيء. بمعنى نحن الآن صرنا نعيش تقريبا في عصر الخصومة، خصومة سياسية، خصومة عقدية، خصومة أسرية، خصومة اجتماعية، خصومة جغرافية. للأسف الشديد وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الضخمة الآن حاولت على تمديد رقعة هذه الخصومات بشكل مستمر. في البداية الرجل العاقل، الإنسان العاقل، سواء رجل أو امرأة، سواء كبير أو صغير، الإنسان العاقل يحاول أن يتحاشى الخصومة بقدر المستطاع، لأن الله سبحانه وتعالى أوجدنا على وجه هذه الأرض على تركيبة تسمح لنا بمبدأ التعارف، مبدأ التبادل. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وسائل التواصل تقريبا، بعض وسائل الإعلام، بعض الاتجاهات ربما حولتها من لتعارفوا إلى لتعاركوا. العاقل يحاول ألا يوجد له خصما، بمعنى إذا استطعت أن تكسب ود الآخرين فهذا هو الأفضل. لهذا كانوا يقولون 9 أعشار العقل في التودد إلى الناس، يعني العاقل كما العقل هو الذي يتودد إلى الناس، يعني لا يحدث ولا يصنع له خصما أبدا. إن اضطررت وكان هناك خصم ولا بد لك من خصم، فحاول أن يكون الخصوم هؤلاء عددهم قليل والخصومة كذلك غير عميقة. كانوا يقولون: ضع للصلح موضعا، يعني لا تحاول أن تكون خصما إلى حد مفجع، إلى حد الفجور. الخصومة مضرة بالإنسان نفسه لأنه يبقى دائما متوتر ويتوقع أن يضره غيره، كذلك هي مضرة أساسا بالإيمان، وهذه الخطورة. لما يكون واحد من أمثالنا مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يحافظ على دينه، يحافظ على إيمانه، يريد من الله سبحانه وتعالى، أنا وأنتم بلا شك كل المسلمين نريد أن نختم أعمارنا بالإيمان، نريد من الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا. لكن أسف الشديد الخصومة من أهم أسباب تفويت الإيمان. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في البخاري: خصال المنافق 4، الرابعة وإذا خاصم فجر. يعني ليس فقط خصومة، فقد قلنا يقع الإنسان في خصومة، ولكن يتعداها إلى قضية الفجور، يعني لا يكون خصما شريفا، لا يكون خصما بذوق، لا يكون خصما بعقل، لا يكون خصما بأخلاق. إذا اضطررت أن تكون خصما فانظر كيف تكون خصما بإنسانية، يعني خاصم بإنسانية. الإنسان المسلم لما يخاصم بإنسانية، إذا خاصم غيره لا ينسى فضيلته، إذا خاصم غيرهم لا يتجاوز الخصومة إلى حد الفجور، بمعنى محاولة إيصال الأذى إلى أكبر قد ممكن. حاول أن تجعل خصومتك لكن هذبها، شذبها. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان له خصوم في جزيرة العرب، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يبادئهم بالخصومة، هم الذين بادئوا، هم الذين حاربوا، هم مع ذلك
كان يتعامل مع خصومه بشرف، كان يتعامل مع خصومه بإنسانية، يعني كان إنسانا حتى وهو يخاصم، كان إنسانا حتى وهؤلاء قصاده. في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد كان جاء قبله، فكان يقول من جاء، فيقال فلان، من جاء قبله فلان، فقال من جاء، فقالوا سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سهل أمركم، هذا خصمي. مع ذلك وإن كان خصمي لا يعني أن أجرده من كل الفضائل، ولا يعني أن أقول هذا الرجل الكافر الفاسق الكذا الكذا، يعني حتى في أثناء خصومتك كن شريفا، حافظ على إنسانيتك، انتبه أن تغيب إنسانيتك، أن تتجرد من إنسانيتك، أن تلقي إنسانيتك لأجل الخصومة. وأنبه على قضية الخصومة والحفاظ على الإنسانية وقت الخصومة، لأنه تقريبا الخصومة هي المحك، معنى أن الإنسان إذا استطاع أن يحافظ على إنسانيته في وقت خصومته تقريبا هذا إنسان ناجح جدا، هذا إنسان يحترم إنسانيته ويحترم نفسه، هذا إنسان صعب أن يستجر إلى ما وراء ذلك. إذا كان مع خصمه وهو إنسان، إذا كان مع خصمه وهو شريف، إذا كان مع خصمه لا يتعدى الحدود، لا يتعدى الأخلاق. بعض الناس إذا خاصم يدخل في الأعراض، يحاول أن يوصل إلى خصمه كل أذى، يحاول أن ينسى كل فضيلة، يحاول أن ينسى كل ماض، يحاول. الحق سبحانه وتعالى ذكر مظهر أو صورة من صور الخصومة، وهي خصومة الطلاق. يعني غالبا الزوج والزوجة إذا تطلقا ناتج عن خصومة، يعني ما في زوج يقول لزوجته أنا أحبك I love you أنت طالق، لن يحصل هذا. بلا شك أن الطلاق سيكون عقب خصومة، لكن الحق سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، أنتم الآن تقريبا خصمان، لكن حتى أثناء الخصومة لا تنسوا الفضل بينكم، أنت خصم له وهو خصم لك، ربما في أغلب الأحوال لا تنسوا الفضل بينكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في الشرف في الخصومة، وكيف يكون إنسانا تام الإنسانية، كامل الإنسانية، محافظ على لباس الإنسانية وهو في خصومته. لما أسلم سيدنا ثمامة بن أثال وكان سيدا من سادات العرب، وكانت قبائل سيدنا ثمامة بن أثال تقع في اليمامة تقريبا حاليا في جنوب المملكة العربية السعودية، وكان منها يأتي الحب والطعام إلى أهل مكة إلى قريش. لما أسلم سيدنا ثمامة بن أثال أراد أن يضرب حصارا اقتصاديا على مكة، اعتمر وحصلت قصة بينه وبين بعض كفار مكة، فقال والله لا تصلكم حبة منا، يعني حصار اقتصادي قديم. جاءت قريش ومنع الحب عن قريش شهر وشهرين وثلاثة، حتى تجاوزت 6 أشهر ولم تصل إلى قريش حبة واحدة. وتعلمون يعني قريش وما حواليها بلاد صحراوية نائية بعيدة، لا يمكن أن تزرع ولا يمكن أن توجد اكتفاء ذاتيا، كانت تعتمد على الأسواق وعلى الاستيراد. لما ضاق الخناق على قريش، قريش لم تراسل ثمامة، قريش لم تراسل أصدقائها، قريش تعرفون من راسلت؟ راسلت خصمها. من هو خصمها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كتبت قريش رسالة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا محمد نناشدك الله والرحم إلا ما تركت ثمامة يوصل إلينا الطعام. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما فرح وقال الآن جاء وقت الانتقام، الآن ضعف يجب علي أن أخذ بثاري، الآن يجب أن أستثمر هذا الموقف. بالعكس، مباشرة وصلت الرسالة من هنا، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كاتبه أن يكتب رسالة لثمامة بن أثال يقول له يا ثمامة أوصل الحب إلى قريش، وانتهى الحصار الاقتصادي بكلمة واحدة. الشرف في الخصومة نحن بحاجة إليه، لماذا؟ لأن في أيام كما قلت في أول الكلام تتمدد فيه الخصومة وتزداد وتنتشر وتصل إلى مراحل حقيقة يعني كونها تجرد الإنسان من إنسانيته قليل. أوقات تصل الخصومة أن يصل بعض الناس إلى مرحلة الحيوانية أجل الله قدركم، ومعذرة على هذا اللفظ، لكن حقيقة نرى أوقات من الخصومة شيء لا يمكن أن يتصوره الإنسان. والإنسان المسلم العاقل لا ينبغي أن يتجرد من إنسانيته في وقت الخصومة، لأنه مهما كان هذا خصم لك اليوم، اعلم أنه قد يكون حبيبا أو قريبا أو رفيقا لك فيما يأتي. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول أحبب حبيبك هونا ما فلعله أن يكون عدوا لك يوما ما.
وأبغض مبغضك أو بغيضك حونا ما، يعني خفف لعله أن يصير حبيبك يوما ما. لا تدري هذا الخصم تنقلب بينكم ألفة ومحبة، لكن تبقى مثل هذه التصرفات نكأة في القلب، جرح في القلب، ربما لا يندمل بسبب التصرف اللا إنساني، التصرف اللا أخلاقي. علينا أن نكون حريصين ألا نتجرد، ألا نتخلى من إنسانيتنا حال خصومتنا. بمعنى إذا رأيت خصمك اجعل الخصومة التي بينك وبينه لا تتعدى ما أنتم فيه. المواقف الكبيرة حقيقة المشرفة جدا، أعرف اثنين من أهل اليمن وكان بينهما خصومة على أرض كبيرة، الأرض كانت بمبلغ مهول تقريبا، فكان يذهبان إلى المحكمة يتخاصمان. اللطيف ماذا؟ كان يذهب إلى المحكمة وكل واحد منهما يقدم أوراقه ويتخاصمان عند القاضي، ولكن إذا خرج من المحكمة يلتقيان عند باب المحكمة ثم يذهبان سويا، لربما تغديا وباتا وسهرا، وفي الصباح لربما صاحب أحدهما صاحبه ليوصله إلى المحكمة. ثم قبل الوفاة تصالحا وكانت بينهما مودة عظيمة. نحتاج إخواني، نحتاج أحبابي، نحتاج كل مسلم منا أن يرسخ فيه معنى الإنسانية عند الخصومة. خاصم إن أردت أن تخاصم، ولكن لا تتجرد من إنسانيتك على خصومتك. See you.